الإشكالية الكبيرة يعني التي نعاني منها في مجتمعاتنا هي يعني إشكالية ضخمة، أزمة معضلة لم نتخلص منها ولن نستطيع أن نتخلص منها بسهولة أو يعني مثل ما يقال بجرة قلم. أنا أعتقد هي يجب أن تتضافر جهود كبيرة، يجب أن يكون الإنسان حر في البداية، يجب أن يتخلص من أي عبودية فكرية أو دينية أو ثقافية أو سياسية وغيرها. الإنسان عندما يكون حر ليبرالي فعلا بشكل حقيقي باستطاعته أن يتكلم. نعم، الكثير من الناس يتحجج بأن السلطة تقمع، بأن السلطة الدينية تزدري، قضايا هناك، قتل هناك، تهجير هناك. نعم، ولكن إذا لم نفعل هذا الأمر، إذا لم نتجاوز هذه القيود، إذا لم نواجهها، من سوف يستطيع أن يفعل ذلك؟ فأنا أعتقد أن علينا يعني في البداية أن نواجه نفسنا، على يعني على كل من يطالب بالتنوير، كل من يطالب بالعلمانية، كل من يطالب بدولة مدنية علمانية، أن يسأل نفسه، أن يبدأ أن يسأل نفسه، هل فعلا أنا أدافع عن العلمانية؟ هل فعلا أنا أريد العلمانية في مجتمعي، في أسرتي، في جاري، في المسجد، في المدرسة؟ عليك أن تسأل نفسك، هل أنت تريد فعلا هذا الشيء؟ أم أنك تسمع فلان قال عن هذا الأمر، والله سمعت الكتاب، قرأت في الكتاب الفلان، والله واو حلو، شيء حلو. هنا علينا أن نتجاوز هذه الخطوة، هناك خطوات أخرى، خطوات أخرى يا أخي، ابدأ في نفسك، في عائلتك. لا أطالبك أنك أنت تروح تنزل في الشارع أو تقيم مظاهرات، في عائلتك، في 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 الوسط اللي أنت فيه، أعطي الحرية حق زوجتك، حق أختك، حق بنتك، ربّ أطفالك على أن يكونون أحرار، لا تعطيهم الهوية هذه مسلم، عطهم هوية أنك تكون حر، أنت تختار دينك. تعال يا ولدي، أنا بعد 18 سنة أنت اختار، ترى الوضع 1+1 يساوي 2، هناك كتب، هناك معلومات، هناك عالم، عليك أن تقرأ بنفسك، لن أضغط عليك. نعم أنا مسلم، تقدر أنت تقدر تقول له أنا مسلم، ولكن عليك أن تختار أنت ما يناسب فكرك، ما يناسب جيلك، ما يناسب تطلعاتك، ما يناسب مجتمعك. هذه البداية. نحن دائما نقول بأن كيف ولماذا، ونحن من نخطئ في البداية، نحن من نخطئ، لا نربي من تحت يدينا بأسلوب فعلا علماني، لكن نكرر استنساخ، يعني كما قال القصيم، نحن نكرر، نحن نلد آباءنا وأجدادنا، نحن لا نلد أفراد أحرار، نحن نربي عبيد، لا نربي أولاد أحرار، عبيد، عبيد، نعيد استنساخهم، دائرة 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 تدور. فكيف باستطاعة أي إنسان يسألني؟ لا تسألني يا أخي، لا تسألني، الأمر واضح، أنت من بدايتك، أنت من عائلتك، لا تخرج إلى المجتمع، لا تطلع إلى الشارع، من عائلتك. إن نحن إذا ربينا عائلات حرة، نحن سوف نخلق مجتمعات حرة. ولكن للأسف دائما يعني ما أدري هل هي جينات، يعني حتى في بعض الدراسات يعني قالت أن العرب يعني جيناتهم تعيسة، العرب جيناتهم فيها العبودية، الاستلذاذ بالعبودية، وفي الخضوع وفي الخنوع وفي استمرار النهج هذا القبلي الديني. في دراسات يعني أنا قرأت عنها أن الجين العربي هو الميمات، ميمات هو التراث، هو طريقة التربية، يعني كيف تربي عيالك على أن يسأل أو يتساءل عن كل شيء، على التفكير النقدي، يتربى على التفكير النقدي وليس على اليقين اللي احنا يعني الكثير من الاشياء تؤثر على الابناء وعلى تربيه الابناء، يعني واحنا نكون نظلم الاهالي اذا قلنا مثلا الاهالي ما قاعد يربون عيال. انت اذا ما تكون في مجتمع وكل المجتمع كذي، سواء لما يروح المدرسة أو لما يطلع برا أو الإعلام لما يفتح التلفزيون، كل هذا كأنها تعمل بطريقة ما علشان أنت تبرمج الشيء اللي يطلع،
فأنت إذا أردت أن يعني تخرج غير عن ذلك متعب لنفسية الطفل نفسه. فهي معضلة بالفعل، التربية معضلة. بالضبط بالضبط بالضبط. لكن نأمل، يعني رغم أن الأمل ضعيف، لكن نأمل أن يكون هناك حراك. يعني إحنا ذكرنا أن التغييرات في أوروبا يعني جاءت بعد سنوات يعني طويلة. قد نكون نحن يعني في النهضة العربية أو عصر التنوير العربي بدأ في 1940-30، يعني خلينا نقول أقل من 100 عام. يعني المفروض الآن تكون خطوات أكثر جدية في التغيير، في التحديث، في أن الإنسان يتغير. يعني هذا كل ما أستطيع أن أقوله، بأن أنت عليك أيها الإنسان، أيها الفرد، أيها المواطن، أن تعتبر نفسك أنت قائد التنوير، أنت من تستطيع أن تغير المجتمع إذا غيرت نفسك، وإذا غيرت من تملك الصلاحية على إعطائهم مجال الحرية وليس على إعطائهم مجال التبعية. شكراً.